للتنظيمات الإرهابية اللي تم إعادة تعريفها بموجب قرار يعني مجلس يعني الوزراء. يعني إذا قرروا القانون هذا كل الإرهابيين يطلعون؟ خلي أعطيك التفصيل. قرار مجلس الوزراء 23399 بال 2023 وتم إرساله لمجلس النواب وعرفوا الجرائم الإرهابية. طبعا النص الأصلي شو يقول؟ استثنى جرائم الإرهاب من إطلاق سراح طالما نشا عنها قتل أو عاهة جسيمة. يعني أنا أزرع لك عبوة ما متت، الله ما رادك تموت، يعني ضربتك طلقات، محاولة اغتيال وما متت، أطلع هاي تطلع ما مشمول بالعفو. أها. فأضافوا فقرة للمادة 4 على ثاني شو يقول؟ ويقصد بالتنظيمات الإرهابية كل من انتمى إلى أحد التنظيمات أو عمل ضمنها أو قام ببعض الأعمال الإجرامية أو ساعد في ارتكاب بعضها. هذا يطلع بالعفو. هم يطلع. هي المشكلة اليوم هم يطلع هذا؟ اي نعم يطلع. يعني هذا اذا امكن غيره حتى يفجر له سياره منفخخه. وفقا لقرار مجلس الوزراء اللي ذكرت لك اياه اللي صوتت عليه جميع اعضاء الوزاره. هذا العفو العام اللي يريدونه؟ اي نعم. هذا هو العفو العام اللي يريدونه؟ فبالتالي اليوم هذا اطلاق سراح للارهابيين كلهم. فبالتالي ما حصل اليوم مجرد تأتي زعامه سنيه لها وزن داخل رئاسه مجلس النواب، وبالتالي سيمرر تعديل قانون العفو ويتم شمول جميع من حكموا بجريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية، وبالتالي سيبقى ما يقارب 5000 أو 6000 إرهابي داخل السجون. لأن المشكلة حقيقة هي قانون العفو لغاية 10/6/2016 أعتقد. فبالتالي عندنا المشكلة من 2016 لحد الآن ما طلعوا. فمجرد قانون العفو إن شاء الله مجرد ما يتم تسمية رئيس مجلس النواب سيأتي شخص مدافع عن الحقوق التي يقول ضيفك أنها انتهكت بالنسبة للمظلومين، وبالتالي سيتم إطلاق سراح المحكومين بالإعدام بالتزامن مع بعض التشريعات المهمة التي ستمرر سلة واحدة مثل ما حصل في قانون العفو. يعني حتى المحكومين بالإعدام راح يطلعون بموجب هذا؟ قانون عفو عام الهيئة الاجتماعية رأت أن هذا الفعل أصبح غير مؤثر ولا يوجد مبرر للحكم عليه بالإعدام، فبالتالي هذا التأخير في تنفيذ أحكام الإعدام هو من أجل فسح المجال والضحايا. هاي مشكلتهم حقيقة. الحكومة العراقية يفترض أن تنتبه لهذا الأمر عندما توقع اتفاقات تشكيل حكومة، وكذلك مجلس نواب عندما رفعوا أيديهم بالتصويت على المنهاج الوزاري.